رحمة الله وبركاته. ومعظم النار من مستصغر الشرر، النار كبيرة بتبقى من شرر صغير. فالورنينج ودي تحذيرات بتبقى موجودة في البرنامج، بتختلف عن الايرور. الايرور ما بينفعش انت تكمل، يعني انت عايز ترسم باب ما فيش حيطة، او عايز تخلي الباب بره الحيطة، او عايز يعني في حاجة حصلت غلط مش تقدر انت تكمل. انما الورنينج بيديك تنبيه لون اصفر كده ان في مشكله، لكن انت مكمل عادي مفيش اي مشكله خالص. لكن بعد كده هتلاقي الورنينج ده سبب ان الملف ضرب او مش راضي يفتح او فلازم تبدا كده من قائمه مانج، تبدا تشوف الورنينج وتبدا ان انت تتعامل معاها وتحلها. وفي بعض التولز بتخليك ان انت تساعدك شويه، زي مثلا ايزوليت ورنينج بلجن او وور شارت بلجن. الاثنين دول بيخلوا بقية العناصر تختفي ويركز على الحاجات اللي فيها مشاكل. فلما بنبدأ إن احنا نحلها بنبدأ في حاجات بتكون سهل الحل، وفي حاجات محتاجة إن أنت تفكر فيها. ممكن مثلا تلاقي من ضمن المشاكل إن أنت خدت كوبي بيست في نفس المكان، يعني خدت عنصر من الدور الأولاني وحطيته في الدور الأول والتاني والتالت، أنت كنت جيت تكرره بس نسيت ان انت اصلا هي موجوده في الدور الاول، فحصل دوبليكيت او تكرار للعناصر في الدور الاولاني. فدي مشكله هتواجهك في اثناء مثلا الحصر، هتواجهك في مشاكل بعد كده كتير، فلازم ان احنا نبدا ان احنا نحلها. طيب في ناس بتعمل ايه؟ بتحل الورنينج لما المشروع يخلص، فبتلاقي قدامك 2000 3000 تحذير. دي كارثه لو انت شغال في مشروع في كبير وفي تعقيدات، فالافضل ان انت تحلها اول باول. يعني ايه؟ ممكن اول ما تظهر مشكله تبدا ان انت تفكر فيها ان انت تحلها، ممكن اخر اليوم. المهم ان ما تستناش لما تكتر، لان ده ممكن ياثر على دقه النموذج وتكامله، وتلاقي ان اصبح في مشاكل ضخمه جدا في المشروع.